معنا يا فضيلة الشيخ أوتي بعد العشاء مباشرة خشية النوم أو النسيان، ولكني أظل مستيقظة طوال الليل حتى يطلع الفجر ثم أصلي وأنام، وكنت أصلي ما شاء الله حتى يطلع الفجر، ولكنني بعدما سمعت حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي في معنى الرجل الذي قال له إنني أصلي الليل ولا أنام، فقال له الرسول الكريم إنني أصلي وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فانقطعت عن الصلاة حتى أسأل فضيلتكم عن ذلك، ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ هل أصلي أم أحاول النوم ثم أقوم وأصلي؟ وإذا كان لا يأتي إلي نوم حتى يطلع الفجر فماذا أفعل؟ هل أصلي أم لا؟ وكنت عندما أصلي لا أوتر مرة ثانية ثم أصلي الفجر وأنام، وهل صحيح أن الله يكره نومة بعد الفجر؟ وهل إذا صليت قيام الليل أوتر مرة ثانية أم لا؟ وهل إذا شعر الإنسان بضيق بعد الوتر وقام للصلاة هل يوتر مرة ثانية؟ اكتبوا في هذه القضايا جزاكم الله خيرا. أولا، أما الصلاة في الليل ففيها أجر عظيم، وأفضل التطوع صلاة الليل، أفضل صلاة التطوع صلاة الليل، لأن الليل تنقطع فيه الشواغل ويصفو فيه الفكر تدبر القرآن، ولأن فيه وقت النزول الإلهي في آخر الليل وإجابة الدعاء ومشاركة المحسنين والمستغفرين بالأسحار في قيام الليل خير كثير. ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين النوم والقيام، أنا صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل وكان يقوم عليه الصلاة والسلام من آخره، وقال عليه الصلاة والسلام خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. الله تعالى يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وناشئة الليل هي التهجد بعد النوم، تهجد بعد النوم، لأنه إذا أخذ حظه من النوم والراحة ثم قام للصلاة يكون نشيطا ويكون حاضر الفكر، بخلاف ما إذا لم ينم قبل تهجده، فإن النوم يكسره ويتغلب عليه أحيانا يشوش عليه صلاته. هدي النبي صلى الله عليه وسلم النوم من أول الليل والقيام من آخره، أما قيام الليل كله هذا ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لما جاءه أو بلغه صلى الله عليه وسلم أن رجلا يقول أنا صلي ولا أنام أنكر عليه، قال أما أنا فأصلي وأنام، والراغب عن سنتي فليس مني، ولا يشرع قيام الليل كله من غير نوم، على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه غلوا وفيه تشددا تشديدا على النفس، الله لا يرضى بهذا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لنفسك عليك حقا ولزوجتك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وأما يثير قضية اليثر الذي يثق من قيامه في آخر الليل يؤجله إلى آخر الليل يختم به صلاته قبل الفجر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأما من لا يثق بقيامه إنه يثير قبل أن ينام، فإن تيسر له القيام من آخر الليل يقوم ويصلي ما تيسر ويكتفي بالوتر الأول ولا يعيد الوتر مرة ثانية، لأن الحديث لا وتران في ليلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.